families. Autism Trust Foundation is currently operating. أعلنت مؤسسة الثقة للتوحد عن مبادرة إنسانية تسعى لتوفير علاج مجاني لأربعين طفلاً من المصابين باضطراب التوحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف المبادرة لتوفير الرعاية والعلاج اللازمين للأطفال والأسر الأقل حظاً في المجتمع وغير القادرين على دفع التكاليف المطلوبة لتوفير العلاج والرعاية اللازمين لأطفالهم. وستعمل المؤسسة على تحديد آليات استقبال الطلبات، وسيتم قبولها والالتزام بتوفير العلاج المجاني وفقا لشروط محددة وبعد التأكد من عدم قدرة الأسرة على توفير العلاج لأبنائهم. المؤتمر هذا عشان إطلاق المبادرة الجديدة اللي هي معالجة أطفال التوحد 40 طفل بالمجان لمدة سنتين. طبعا المرحلة الأولى تكون احنا جايبين مشخص من جامعة مينيسوتا الأمريكية ومتعاونين مع مركز حامد الطبي ليسوون الفحص الدم وفحص النتائج، نشوف نسبة الحديد في الدم عشان يعدلون لهم الحمية الغذائية مالهم، لأن هاي تفرق كثير في المعالجة، وبيتم تشخيصهم بعدين عن طريق الدكتور اللي من الجامعة الأمريكية، بتطرش الأوراق لأمريكا وترجع الرد فيها شو اللي يحتاج الطفل من ثيرابي معين، إذا كان ناطق تخاطب الأمور هذه كلها. وإحنا فاتحين الباب الحين لأربعين طفل بالمجان، بتكون فترة العلاج لمدة سنتين، وبعد السنتين قابلة للتجديد. بناخذ الحالات المتأسرة اللي ما يقدرون الأهالي يدفعون القيمة اللي موجودة هنا عندنا في الدولة. يعد اضطراب التوحد من أكثر الاضطرابات شيوعاً في العالم، وتشير الدراسات إلى أن هناك مصاب واحد بالتوحد من كل 68 ولادة جديدة، ويلازم اضطراب التوحد المصابين به طوال فترة نموهم ويدفعهم للانعزال عن المجتمع ويحد من قدرتهم على التواصل الاجتماعي مع الآخرين. وتسعى برامج الرعاية والتدريب إلى مساعدة المصابين على الاندماج بالمجتمع وفك عزلتهم الاجتماعية أو التقليل من حدتها. I'll really be assisting the class.